بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسبوع حنا كنعيشوا واحد الطائرة جديدة، لأن حنا عاد في المغرب عندنا مراحل. دابا دخلنا واحد المرحلة، عندي واحد أسبوعين وكثرة الأسبوع الماضي ديال الفساد وخيانة الزوجية والاغتصاب والاختطاف ديال القاصرين. حنا غاديين 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 غاديين، وكأن بغاو يقنعونا بأنه المشاكل جاي من المجتمع ومن عدم التربية وعدم الأخلاق عند المواطن. ما عندناش مشكلة ديال المواطن مع الدولة ومع النظام ومع الأمن ومع الحاكم، عندنا غير بيناتنا كنتقاتلوا وكنفسدوا في بعضياتنا، هو الملك الذي يراقب كل شيء ويحاول يحل المشاكل ولي تونسيون. على كل حال من عدنان اللي باقي الان ما عرفناش واش البوليس هما اللي صابوا الجتا او المواطنين، ولا بغوا يجاوبونا على هذا الشيء، ولا ما بغوش يجاوبونا على هذا الشيء. الى الفقيه ديال واحد الدوار زعيج زميج في الناحيه ديال الشاون، اللي على كل حال كان واحد المجموعه ديال الناس ديال الدوار كيقول لك ديك السيد ماشي هادشي ما يوشع غير صحيح، الى القضيه ديال البنت ديال الزاكورا اللي بقات 40 يوم ولا 47 يوم وهي مسيبه ما عارفينش عليها. زعما هادشي بغا يقولوا لنا بانه حنا عندنا مشاكل اجتماعيه عويصه، هادشي ناتج كله لانه ما عندناش مراقبه، ما عندناش النيابه العامه، ما عندناش الشرطه. الوسائل لا توظف لحمايه الشعب والمواطنين، الوسائل توظف لحمايه شيء واحد اخر، لاقامع المفكرين، لاقامع المناضلين، لحمايه مصالح. وهذا الشيء راه كيتشتت، مصيبه ومصيبتين، واحده قضيه ديال الارتداد، واحده قضيه كيقول لك خادوا البنت باش كيتحفروا فيها باش كيفتشوا عليها الكنز ما عرفش صح واش كتب، بقينا نعرفوا واحد كيقول لك بانه سنين وكيصيفطوا له الاولاد والبنات باش يقريهم الفقيه القران وكيف وكيلعب فيهم، في حين ان الدوار كيقول لك هذا السيد هذا اللهم هذا منكر، هذا السيد ما كنشوفوا فيه غير الخير، والناس كبار وقدام وهذه سنين عقود وتماك عشرات السنوات وفتك فتك المنطقة هذيك فتك الدوار، مبقيناش كنعرفو ماذا يراد بنا. وقلنا كيبخصونا، قلنا كنجيوهم شويش فوتنا البلد لها، كيظنوا بأن حنا مقودين، راه ما غادي يقودنا حد، راه نجيب لك أكبر أمية في المغرب ملي تطرح السؤالات راه داكشي اللي كتجاوبك في الكواليس دايا تصور حافظه كل شيء وعارفه كل شيء وواعيه. باقي ما بغاوش يفهموا انه ذا كان يمكن عن طريق عدم تعميم التعليم وعدم فتح ابواب التعليم لجميع ابنائنا منذ 60 عام، غادي يمكن له كثر في المغرب الاميه شيء. اما هذا ماشي معناه انه المغرب ماشي واعي، ان المواطنين فاقدين الوعي ديالهم وفاقدين المعرفه أو ما عارفينش كيوقع في البلاد. كنا كنحسوا بواحد النوع ديال الانحلال، ولكن ناتج عن كون الناس ما كتعرفش الدور ديالها. أنا ما فاهمش كيفاش غادي تمكن النيابة العامة تقول لي من بعد 45 يوم، حنا دابا غادي نديرو الخبرة ديال الجنين وديال الحامض وديال الفوسفور وديال العسل وديال الرمان باش نشوفو نعرفو نشوفو كيفاش مطرش ومطرشي. أنا ما عرفت هاد الشيء، غادي نعلمو الراعي العام، ما علمتيناش من النهار الأول. باقي كنقول وكنكرر، المغرب في جميع الدول ديال العالم نظرا أن 90% ديال الأولاد اللي كيتخطفو من بعد 24 ساعة يقعوا اغتصابهم ويقع قتلهم عبر العالم، هذه احصائيات اصح من الخرافات شحال
ومن الاحصائيات ديال كل ليله حول كورونا، هادو هما الاحصائيات اللي لا يناقش فيه، 90% ديال الاولاد القسامي اللي كيتخطفوا، واذا ما سيبتيهمش في 24 ساعه الاولى معناها راه ما تسيبهمش حيين، 90% 10% اللي كيبقاو حيين، او 90% وتقليل فين شي واحد غادي يقول لك بان ما وقعش فيهم، السبب ما كانش الاغتصاب، هذا علاش في عالم برمته، ما كنقولوش الضحايا، سيروا واحد 24 ساعه ورجعون عندي غدا، واذا البنت ما رجعتش، واذا الود ما رجعش لدارو، اجي نسجل لك الشكايه، الشكايات تسجلوا في انها والمباشره واعلام المواطنين 35 مليون ديال المغاربه. كتكون في الدقيقة الأولى في الثواني الأولى باش كلشي كيتجند، خص الناس تشعر بأن هناك واحد الحماس، هناك واحد التعبئة، هناك واحد الطريقة ديال نشر الخبر، نشر الصورة، نشر الأوصاف، نشر الأسباب اللي كتجعل أن السيدة اللي غادي يخطف خصو يعس غادي يديروا 35 مليون اللي غتكون كتشوفوا وكترقبوا. أنا كنقول لكم الله غدير في الصباح وملي كتمشي تشري الحليب في عند البيسري ديالك والبقة ديالك كتخرج في القرعة ديال الحليب كيخرج التصويرة ديال المختطف في الأحراف المنطقة اللي كيكون مختطف فيها. وأخيرا ما كنفهمش القضية دي، تقولوا لي الولد عنده 11 عام خرج لأن سخرناه، مع الأسف باقي عندنا القضية دي أنه الولاد القصيرين كنسخرهم، عندنا هذا هادي في الثقافة ديالنا، ولكن البنت ديال 5 سنين فين غتخرج؟ فاش غتخرج البنت ديال 5 سنين باش تسخر؟ يكون عمرها خصو يكون حمق باش يسخر، باش يسخر البنت عندها 5 سنين، هادي غير مقولة. كيفاش غتخرج؟ خرجت جات للدار وقعدت مع ختها ودخلت وخرجت ومشات، ميمكنش البنت ديال هادي ماشي معقول، ماشي جدي كتفسير. كيعطي انطباع ان احنا ماشي ناس كنتحملوا المسؤوليه ديالنا، في هذا الدوار راه كيعيشوا في الناس في ديك المنطقه في لي بيست، واذا دازت تدخل تماك شي طونوبيله وتشوف واش المقدم والشيخ ديال القبيله ما غادي يمشيش كيجري يعلم بها، ياخذ الماتريكول ديالها يمشي عند القايد او الخليفه يقول له الخليفه السيد القاضي عارف شحال من الطوموبيله داز في البيست مني حدا الدوار ديالنا، ما هادشي لا يفهم ما عرفت ما